مصر تتابع بقلق بالغ تطورات في السودان وتطالب كل الأطراف بممارسة أقصى درجة ضبط النفس. روسيا تعلن التقدم في بخموت وقتلى في قصف أوكراني شمالي دونيتسك. إقرار إصلاح نظام التقاعد في فرنسا والمعارضة تتعهد بمواصلة الكفاح ضده. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضرتكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية بالتطورات في السودان. أكدت مصر أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك. وفي بيان لوزارة الخارجية طلبت مصر كل الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، حماية الأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاء للمصالح العليا للوطن. أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن عميق القلق إزاء العمليات القتالية الدائرة حاليا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى، معربا عن صدمته وشكبه للجوء إلى السلاح والاقتتال بين الإخوة بهذا الشكل وفي نهار شهر رمضان الكريم. وأكد الأمين العام للجامعة مسؤولية الأطراف المتحاربة في الحفاظ على أمن وسلامة المدنيين السودانيين في مناطق الاقتتال وفي عموم البلاد، وعلى ضرورة وقف التصعيد وحقن الدماء بشكل فوري. وأضاف أن الأمانة العامة على استعداد للتدخل مع الأطراف لتحقيق ذلك. قالت شركة مصر للطيران إنها علقت الرحلة الجوية من وإلى الخرطوم لمدة 72 ساعة، ودعت مصر للطيران عملائها لمراجعة حجوزاتهم من وإلى مطار الخرطوم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران. قال رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي إن الرئيس السيسي وجه بالحصر الدقيق للأراضي الفضاء غير المستغلة في المناطق المختلفة والتوصل إلى سبل استغلالها على الوجه الأمثل. جاء ذلك خلال لقائه مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لاستعراض عدد من الموضوعات محل الدراسة من جانب المركز. خلال اللقاء تم التطرق إلى الخطط المتكاملة لإنشاء وتطوير المجازر ونقلها خارج الكتلة السكانية على مستوى الجمهورية، حيث تم الانتهاء من تقييم الوضع الراهن للمجازر في 11 محافظة كأسبقية أولى، كما تم التطرق أيضا إلى نتائج دراسة مخطط التطوير العمراني لمنطقة الفسطاط، وكذلك موقف توسعات ميناء الإسكندرية ضمن خطط الدولة لتطوير الموانئ المصرية. أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن إنشاء شركة المصريين بالخارج للاستثمار تهدف إلى تشجيع المصريين بالخارج إلى التوسع في الاستثمار في بلادهم، وتعد خطوة مهمة ضمن جهود عديدة تقوم بها الدولة للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة والجاذبة في مختلف المجالات داخل مصر. جاء ذلك خلال لقائه السفيرة سهى جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حيث استعرضت الوزيرة جهود إنشاء الشركة التي تعد مشروعا وطنيا
يستهدف بشكل رئيسي دعم الاقتصاد المصري وتحقيق استفادة المصريين بالخارج وتلبية متطلباتهم وتنمية مدخراتهم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة حول اعتزام الحكومة إلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية. وقام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي أكدت أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن مطلقا، مشددة على أنه لم يتم المساس بمجانية التعليم بكل الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية باعتباره حقا أصيلا من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، موضحة أنه لا توجد أي مقترحات للمساس بمجانية التعليم بالجامعات الحكومية. أكد البابا توادروس ثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرز المرقسية وجود علاقات متميزة مع الرئيس السيسي ومع الحكومة والبرلمان. وفي حوار مع صحيفة الجورنال الإيطالية أشاد البابا بتمثيل الأقباط في البرلمان مع وجود 40 نائبا في مجلس النواب و30 نائبا في مجلس الشيوخ، مشيرا إلى وجود قبطي على رأس المحكمة الدستورية العليا لأول مرة. أضاف البابا أن الوحدة بين الأقباط والمسلمين أصبحت قوية مرة أخرى بعد الأحداث التي شهدتها مصر، وأن القيم هي الحفاظ على التوازن والاستقرار لمصر. رحبت مصر ببدء عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين تحت رعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. أشار بيان لوزارة الخارجية إلى ما يمثله تبادل الأسرى من خطوة إيجابية وهامة تطلع مصر لأن يتم البناء عليها لتجديد الهدنة في اليمن، فضلا عن دفع المساعي الجارية للتوصل لتسوية سياسية تؤدي إلى سلام شامل ومستدام، مؤكدة دعم مصر الكامل لأي جهود من شأنها استعادة الأمن والاستقرار في اليمن والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه وتخفيف وطأة الأزمات الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق.
أعلنت روسيا أن قوات تابعة لها سيطرت على منطقتين أخريين في مدينة بخموت الأوكرانية. كانت بريطانيا أعلنت أن القوات الأوكرانية اضطرت للانسحاب من بعض الأراضي في مدينة بخموت مع شن روسيا هجوم جديد هناك أو هناك بنيران المدفعية الثقيلة على مدى اليومين الماضيين. أعلن مسؤول روسي مقتل 4 مدنيين في قصف أوكراني لبلدة شمالية دونيتسك والتي تسيطر عليها القوات الروسية. جاء ذلك مقابل قصف صاروخي روسي لبلدة سلافياناسك في شرق أوكرانيا أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 3 مسيرات أوكرانية وتصفية أكثر من 460 جندياً على كل المحاور. أشار بيان للدفاع الروسية إلى أن الدفاعات الجوية تصدت ل5 صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة هايمارس. تطورات متسارعة تشهدها الأزمة الروسية الأوكرانية مع إعلان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو وضع الأسطول الروسي في المحيط الهادئ في حالة تأهب وبدء مناورات لم يعلن عنها مسبقا. المزيد في سياق هذا العرض مع كريم حاتم. أهلا بكم. لا تزال الأزمة الأوكرانية تراوح مكانها بل تتصاعد التوترات بشكل غير مسبوق بين روسيا والغرب. وفي خطوة مفاجئة أعلنت روسيا وضع الأسطول الروسي في المحيط الهادئ في حالة تأهب وبدء مناورات لم يعلن عنها مسبقا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن أسطول المحيط الهادئ الروسي المتمركز في فلاديفستوك بالشرق الأقصى سيعمل خلال وقت قصير على تدريبات قتالية في مناطق بحرية قريبة وبعيدة. وخلال هذه المناورات سيتدرب أسطول المحيط الهادئ على صد هجمات جوية مكثفة والبحث عن غواصات وتدميرها وكذلك إطلاق النار من توربيدات ومدفعيات وصواريخ بهدف تعزيز قدرات القوات المسلحة على صد هجوم. الكرملين من جانبه أكد أن هذه المناورات غير مرتبطة بوجود حلف شمال الأطلسي الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لافتا إلى أن هذا الإجراء هو تدريب عسكري عادي وروتيني وتطوير للقوات المسلحة الروسية للتحقق من جهازياتها القتالية. يأتي هذا التطور المفاجئ بينما أعلنت بكين في بيان رسمي عن زيارة لوزير دفاعها إلى روسيا خلال الفترة من 16 إلى 19 أبريل. ووفق البيان سيجري وزير الدفاع الصيني محادثات مع قيادات الجيش الروسي لبحث أفاق التعاون الثنائي في مجال الدفاع إضافة إلى قضايا الأمن العالمي والإقليمي. من جهتها قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن الوزير لويد أوستن سيلتقي مع نظيريه في السويد وألمانيا هذا الأسبوع ويشارك في اجتماع دفاعي متعلق بأوكرانيا مع كبار المسؤولين من حوالي 50 دولة. وقدم شركاء كييف الغربيون الدعم العسكري الضروري منذ بدء العملية الروسية العام الماضي بما في ذلك الدبابات والمركبات المدرعة الحديثة، لكنهم أحجموا عن تقديم أسلحة أثقل مثل مقاتلات F-16 التي طالبتها أوكرانيا. إذن يأتي هذا التطور من جانب روسيا في وقت يموج فيه العالم بأزمات كبيرة أبرزها بكل تأكيد الأزمة الأوكرانية وكذلك الأزمة الصينية التايوانية والتي تنذر بنشوب حرب عالمية ثالثة. مشاهدينا كان هذا عرضا لمستجدات الأزمة في أوكرانيا. شكرا لطيب المتابعة. قال نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد وحماية البيئة روبرت هابك أن حكومة بلاده تؤيد إدراج القطاع النووي الروسي في الحزمة 11 من العقوبات. أكد هابك أن التكنولوجيا النووية تعد مجالا حساسا للغاية مضيفا أنه لم يعد من الممكن اعتبار روسيا شريكا موثوقا به على حد تعبيره.
وأعرب هابيك عن اعتقاد أن موسكو تستخدم اعتماد الدول الأخرى على مواردها للطاقة لممارسة ضغط عليها، مشيرا في هذا الصدد لأنه أخبرت الحكومة الألمانية بضرورة إدراج القطاع النووي المدني لروسيا في حزمة العقوبات الجديدة. تدرس بلدان الاتحاد الأوروبي فرض الحزمة 11 من العقوبات الموجهة ضد روسيا، وذلك على خلفية عمليتها في أوكرانيا. أوضحت المفوضيات الأوروبية أن الحزمة الجديدة ستهدف إلى مكافحة المحاولات للتحايل على العقوبات الأوروبية القائمة. أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرسوم إصلاح نظام التقاعد بعد أشهر من المعارك الكلامية والمظاهرات الحاشدة، ما أثار استياء النقابة التي تعهدت بالاستمرار في محاربة مشروع بات رمزا لولاية مكروتانية. بعد أشهر من المعارك الكلامية والمظاهرات، أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرسوم إصلاح نظام التقاعد الذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما. يأتي ذلك بعد مصادقة المجلس الدستوري على الإصلاح، ولا سيما على البند الأهم فيه والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، ما أثار استياء المعارضة والنقابات التي تعهدت بالاستمرار في محاربة مشروع بات رمزا لولاية ماكرو الثانية. الأعضاء 9 في المجلس صادقوا على الجزء الأهم في القانون، رافضين في الوقت ذاته عددا من البنود الثانوية، كما رفضوا مشروع استفتاء يطالب به اليسار. وبعد إصدار المجلس الدستوري قراره، أعلنت الأحزاب الرئيسية في المعارضة أنها مصممة على متابعة معركتها ضد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، محذرة خصوصا من مخاطر العنف. في المقابل دعا اليمين كل القوى السياسية إلى قبول القرار، معتبرا في الوقت ذاته أن رفض بعض مواده يعاقب على أخطاء في أسلوب الحكومة. من جانبها، أكدت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن عدم وجود رابح ولا خاسر بعد قرارات المجلس الدستوري، مشددة على أن القانون يتوافق مع الدستور الفرنسي بعد أن وصل إلى نهاية مساره الديمقراطي. وتعتمد فرنسا سن تقاعد ما بين الأدنى في الدول الأوروبية، وتبرر الحكومة إصرارها على القانون بالحاجة إلى معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان. يواصل عمال السكك الحديدية الإيطاليون إضرابا على مستوى البلاد احتجاجا على تدني ظروف العمل. يشارك في الإضراب أكثر من 80% من الموظفين في جميع أقسام مجموعة السكك الحديدية الإيطالية الحكومية، فيما تم إلغاء أكثر من 40% من قطارات المسافات الطويلة الإيطالية وتعليق أكثر من 65% من القطارات الإقليمية في المتوسط. وفي بريطانيا يواصل الأطباء المبتدئون إضرابهم عن العمل احتجاجا على تدني أجورهم. سنتابع المزيد في سياق هذا التقرير. احتجاجا على تدني أجورهم، يواصل الأطباء المبتدئون في بريطانيا إضرابهم عن العمل وسط ما خوف من تسببه في تهديد سلامة المرضى، فضلا عن مضاعفة أزمة قوائم الانتظار. يأتي الإضراب وسط ما طالب للأطباء المبتدئين بزيادة الأجور بنسبة 35% بعد سنوات من عدم تلقي أي زيادات، بالإضافة إلى التضخم الذي أدى إلى تراجع القدرة الشرائية لرواتب هؤلاء إلى 26% إذا ما قرنت بعشر سنوات مضت. وفيما يبشر نحو 50,000 منهم إضراباً جماعياً في إنجلترا، يجد المئات منهم صعوبة في تأمين حاجاتهم من المواد الغذائية، فيما اضطر البعض الآخر إلى الاقتراض لدفع بدلات إيجارهم، فضلاً عن اللجوء لبنوك الطعام لتأمين حاجاتهم الأساسية من المواد الغذائية.
وأمام هذا الوضع الصعب، تعالت التحذيرات من الآثار الكارثية للإضراب وتأثيره على إلغاء عمليات الولادة القيصرية وزيادة أعداد المرضى المحتجزين، فضلاً عن تأخير في الجنازات حيث لن يتوافر أطباء لإصدار شهادة الوفاة. ويقدر رؤساء المستشفيات إلغاء ما لا يقل عن 350 ألف عملية روتينية، فضلاً عن تولي نصف عدد الاستشاريين تغطية عجز نوبات الأطباء المبتدئين، الأمر الذي سيؤدي إلى تعطيل غير مسبوق في العيادات التخصصية. قدمت لجنة وسط بين أرباب العمل في القطاع العام الألماني والنقابات العمالية اقتراحاً لتجنب مزيد من الإضرابات حول الأجور. اقترح الوسطاء زيادة قدرها 5.5%، بالإضافة إلى زيادة ثابتة قدرها 200 يورو شهرياً لملايين الأشخاص الذين يعملون في القطاع العام. كان إضراب لمدة 24 ساعة قد تسبب في شل حركة القطارات والطائرات وأنظمة النقل العام في ألمانيا الشهر الماضي. انطلقت الاجتماعات الوزارية لدول مجموعة السبع باليابان في إطار رئاسة طوكيو للمجموعة. من المقرر أن يبحث وزراء الطاقة مجموعة السبع الكبرى تغير المناخ وأمن الطاقة. في اجتماعهم باليابان يبحث وزراء طاقة مجموعة السبع الكبرى تغير المناخ وأمن الطاقة، وعلى قمة جدول الأعمال تحقيق خلو قطاع السيارات من الانبعاثات الكربونية في الدول الأعضاء، حيث ينصب الكثير من الاهتمام على ما إذا كانت اليابان بوصفها الدولة المضيفة ستتمكن من بناء إجماع حول قضايا مثل الأهداف المتعلقة بالسيارات الكهربائية. وتريد الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية وضع أهداف محددة، ولكن اليابان تتخذ موقفاً حذراً على ضوء أن السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء معاً أكثر شيوعاً في البلاد، كما أن المشاركين منقسمون أيضاً بشأن الوقود الأحفوري، حيث تريد الدول الأوروبية تحديد جدول زمني لإلغاء محطات الطاقة العاملة بالفحم على مراحل، بينما تصر طوكيو على أن هذه المحطات يجب أن تلعب دوراً في المستقبل. تحتاج اليابان إلى استيراد الكثير من طاقتها من النفط إلى الغاز الطبيعي المسال، مما يضع انتقال الطاقة النظيفة في صميم السياسة الداخلية والخارجية لرئاسة مجموعة الدول السبع هذا العام. وتهدف اليابان التي تملك ثالث أكبر اقتصاد في العالم إلى الوصول إلى حياد الكربون بحلول عام 2050 باستخدام مزيج من أنواع الوقود مثل الهيدروجين وطاقة الرياح والطاقة النووية. اتفق كبار المسؤولين الدفاعيين في اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على تكثيف الجهود لتعزيز طرق ووسائل تبادل المعلومات حول الصواريخ الكورية الشمالية. ناقش وفود الدول الثلاث سبل استئناف التدريبات بين قواتهم المسلحة للحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهادئ والهندي بطريقة أكثر فعالية. جاء هذا الاتفاق بعد يوم من إعلان كوريا الشمالية إجراء تجارب على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب. ندد وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وفرنسا بإطلاق كوريا الشمالية الأخير لصاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب. وعقب اجتماعهما في سول أكد الوزيران الكوري الجنوبي والفرنسي الحاجة إلى اتخاذ رد فعل حاسم وموحد من المجتمع الدولي، وشددا على هدفهما المشترك لنزع جميع الأسلحة النووية والصواريخ والبرامج ذات الصلة بطريقة كاملة وقابلة للتحقيق ولا رجعة فيها. التقت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارتها الرسمية الأولى لبكين والتي استمرت يومين كبير مسؤولي السياسة الخارجية الصينية وانغ يي لبحث الوضع بشأن تايوان إلى جانب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. هذا ومن المقرر أن تتوجه بيربوك إلى كوريا الجنوبية لإجراء محادثات مع نظيرها بارك جين وزيارة المنطقة منزوعة السلاح على الحدود مع كوريا الشمالية.
تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الفيتنامي بتعزيز العلاقات إلى مستويات جديدة، حيث التقيا بعد أسبوعين فقط من الذكرى 50 لانسحاب القوات الأمريكية من فيتنام. كما وضع بلينكن حجر الأساس لبناء مجمع سفارة أمريكية جديدة بقيمة 1,200,000,000 دولار في العاصمة الفيتنامية لتعزيز العلاقات مع بلاده وهانوي. أكدت الصين أنها نفذت اختبارا أرضيا ناجحا لاعتراض صواريخ أثناء تحليقها، في علامة واضحة على التقدم في قدرتها على إسقاط الأسلحة القادمة من الفضاء. قالت وزارة الدفاع الصينية إنه تم تنفيذ العملية داخل الأراضي الصينية وحققت هدف الاختبار المنشود. وأضافت الوزارة أن الاختبار كان دفاعيا في طبيعته وليس موجها إلى أي دولة. احتفلت الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي بسبت النور في كنيسة القيامة بمدينة القدس المحتلة. سمحت السلطات الإسرائيلية لنحو 1,800 مصل فقط بالدخول هذا العام، مع وجود 1,200 آخرين بالخارج. تأهلت البطلة المصرية نور الشربيني إلى الدور نصف النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للسكواش. جاء ذلك عقب تغلبها على الإنجليزية جورجينا كينزي بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 51 دقيقة في الدور ربع النهائي. توج الفريق الأول لكرة اليد الرجال بالنادي الأهلي بلقب بطولة كأس مصر بعد تغلبه على سبورتينج بنتيجة 32-22 في النهائي الذي جمع الفريقين على صالة أكتوبر الدولية. يأتي تتويج الأهلي بالكأس بعد أيام قليلة من تتويجه بلقب بطولة الدوري ليحقق الثنائية. يبدأ فريق الأهلي استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها 9:15 مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 26 لمسابقة الدوري الممتاز. يخوض الأهلي ميرانا استشفائيا اليوم تشارك فيه العناصر التي شاركت بشكل أساسي في مباراة فايكو، فيما يخوض البدلاء المستبعدين ميرانا قويا استعدادا لمواجهة سموحة. يسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين. يستعد فريق الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في 9:15 مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 26 لمسابقة الدوري الممتاز. كان الزمالك أعلن التعاقد بشكل رسمي مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أورسوريو لخلافة فيريرا، وقاد مدرب الزمالك الجديد ميرانا الفريق الأبيض على ملعب عبد اللطيف بورجيلا تحضيرا لمواجهة المقاولون العرب. يحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعد خوض 23 مباراة. بالأخبار الرياضية نكون قد وصلنا لختم هذه الجولة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز وأهم عناوينها. مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان وتطالب كل الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وروسيا تعلن التقدم في بخموت وقتل في قصف أوكراني شمالي دونيتسك. إقرار إصلاح نظام التقاعد في فرنسا والمعارضة تتعهد بمواصلة الكفاح ضده. ختاما للمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الـ QR كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. أشكر لكم طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.